مصطفى قال له انت سروري يا مزمل، انت سروري ذاتك. واحد والكذب هنا في الكلام ده. قال جو ناس ابو طيره، ناس ابي طيره، انا بتكلم بالداري بعد ذاك، وذاته كان بيتكلم بالداري. قال جو ناس ابو طيره، قال الامن، ثاني قال ناس ابو طيره. محمد مصطفى يلا شوف الكذب هنا بيتضح لك واضح كيف. قالوا له وقف الحلقه يا مزمل. قال ما بوقف انا لاي صعلوق الا يجيني خطاب من البشير. قال مزمل قال كذا. قال ما بوقف انا لاي صعلوق الا يجيني خطاب من البشير. لكن والله انا احلف لك صادق، الاسبوع الماضي عشان تعرف انه حق بني كذاب، نحن لا ناخذ الحكم ونحن نرد على السورية كذاب. انت سروري ذاتك، لانه عندنا نحن كجماعه انفاسنا تنظيم حلقه مصدقه من الحكومه، صدقت الجهات الامنيه، مشينا مصدقوها ومعانا ولدنا احمد عباس ده تلميذي، صدقوها من جهاز الامن وبعدين من اللجنه الشعبيه والمحلات جهات رسميه، وصدقت لنا الحكومه حلقه في الثوره في 17، هم جو عاملين لهم حلقه ينبذوا فينا جنبنا، ما مصدقها ما مصدقها. جو ناس الامن، ناس الامن طبعا ده الناس بيمثلوا الحكومه ولا بيمثل الحاكم، نحن عندنا الشرطي بيمثل الحاكم ولا بيمثله، بيمثل الدوله. اظن راوا ناس الحكومه يوقفوا الحلقه دي الاسبوع الماضي يوم الجمعه الماضي. جو قالوا له وقف العصبجي، ناس ابو طيره كمان، ابو طيره بيلعب. قالوا له وقف يا عصبجي ما دارين كلام. تخيل عصبجي قال لهم شنو؟ قال لهم ما بوقف، ما بوقف انا لاي صعلوك الا يجيني خطاب من البشير. انت ده مفهوم يا عصبجي؟ قال محمد مصطفى قال ركبوا لك بسطونه وجدعوا لك في البوكسي زيه وزي خروف الضحيه. طبعا الناس بتهرب وصوم، ركبوا لك بسطونه وجدعوا لك في البوكسي زيه وزي خروف الضحيه الاسبوع الماضي، ويستحب يستحق العصبجي. ومزمل لا ادوا بسطونه لا جدعوا شنو في البوكسي. اخواننا اخذتوا لها عن قريب او في عن قريب مصوره كلها مسجله، بعدين بنشوفها ان شاء الله في نفس الحلقه ذاته. وقال يا جماعه منهجنا بامورنا ما نبقى زي ناس عبد الحيوسف والسروريه وكذا، قال الناس زي ما جات لي الله ترجع الى الله سبحانه وتعالى. وقال عمنا جليبيب ده صاحب محل الحلقه ذاته، ده صاحب محل الحلقه ذاته، قال فوضني ولا كيف يا عم جليبيب؟ قال لي بعد ذاك شنو قال للناس؟ الناس ترجع محلها. هسه امبارح المحاضره بتاعت القاعه دي ب 25 مليون اخواننا اجروا القاعه، الحكومه قالت لا وقفنا لا الان ما سلمنا قروش، ده 25 مليون ده كله يا جماعه طاعه لله. طب انا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فالناس هسه تنصرف كلها تمشي خلاص. الجمعه الجايه بنجي بدري زي الليله، الليله جينا قبل صلاه العصر، الجمعه الجايه نجي بدري. انا عم جليبيب فوضني في الحلقه دي ولا كيف؟ الناس تمشي زي الجمعه الجايه ان شاء الله، بس تجوا بدري. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، وما تعملوا اي جمهره برا يا جماعه، امشوا بيوتكم واحتسبوا الاجر. راسه زول جه هنا جا لي الله، ارجع لي الله برضه. جزاكم الله خير. قال جدعوه زي خروف الضحيه. شوف الكذب ده، شوف قال لسه شنو؟ قال تراه البسطونه دي، قال انا قال تراه البسطونه دي الناس شافتها. دقيقه دقيقه انا جبتها بنص الفاظ. قال وجدعته دي زي خروف الضحيه تراه شفناه، الثانيه دي اللي قال فيها شفناه، وذاك قال الناس شافتها. قال لو وروني ادو كم بسطونه ثاني بكون مبسوط جدا ثاني. قلت انا لا ما عارف يا ربي لما ودونا ركبوه ثاني كم بسطونه ولا خلوه. قال لو لاقي طريقه يكلمني المسؤول كنت بكون مبسوط خالص. ما البسطونه دي ترى شافت الناس شافوها وجدعته زي خروف الضحيه دي ترى شفناها، لكن هناك عملوا له شنو الله اعلم. كان صوره جابوها لنا بكون مبسوط خالص انا. شوف الزول ده علي الله. كذب عديل واضح، كذب وتلبيس
وتصديق للكذب، كذب وتلبيس وتصديق للكذب. طيب ده شنو؟ ده الموقف الأول. واحد، اثنين، قال خلاف مزمل والإصلاح. الأول ده عرفته واضحة جدا، الحلقة مزمل مدوا بسطونة ولا جدعوه في بوكس. اثنين، مزمل عمل كلمة ذات في موضع الحلقة وبعد ذاك الناس شنو اتفرتقت مشت، وقال تراه جدعته دي البسطونة الناس شافتها، وجدعته زي خروف الضحية دي تراه شفناه ويتكلموا. قال لو وروني الدو كان بسطونة تاني بعدين قدام بكون مبسوط جدا. قال والجماعة يضحكوا، جماعة دين طبعا دين ما بهمون، ناس في بعض الناس حافظين حقد غريب جدا، والله الذي لا إله غيره. وأنا أشوف الرد بعده إن شاء الله تعالى، بعد أذكر لك وأذكر لك الكلام ده بتفصيلي إن شاء الله تعالى وبوثائقي، بعد أي زول يسمع تاني يناقش في محمد مصطفى ده ولا كلمة ما تضيع معه، ولا كلمة ما تضيع معه. طيب